open up. You OPN, hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم، وان شاء الله يكون علينا هذا العام يدوز بالخير. 2020 الله يحط فيها السلامه. 2020 جات مجهده، جات طلبه ما عرفتش شنو دايره كاع. المهم الله يكون معنا ومعكم، وان شاء الله راه بدا كيبان، الحمد لله بدا كيبان الفرج، وان شاء الله كل شيء غيدوز، والهلا يجعل رمضان ولا هاد كورونا فيروس مرحبا. ودابا بغيت نقول لكم راني بغيت ندير دي بريوش مالحين، فيهم كاس دافي ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، جوج بيضات، خميرة الفورية، السكر، الملحة معلقة صغيرة، السكر معلقة كبيرة، والخميرة معلقة كبيرة، والدقيق عندنا 4 الكيسان، 3 هنا وواحد هنا. هذا غادي نخلطو به، لا تجمعات العجينة، مبارك مسعود ما تجمعاتش، غنزيدو عليه هذاك الكاس ولا نص كاس، ولا غادي نشوفو كيفاش غادي تكون العجينة، وملي نحضرو العجينة نمشيو نشوفو لافارس. ولكن اللي بغيت نقول لكم، سمحوا لي اليوم بغيت نعجن في الغوبو، لانه قالوا لي لا وما ديريش الغوبو وما ديريش الغوبو في الفيديو. الله يخليكم، هاد العجينه راه كتعجن باليد وكتعجن بالماكينه ديال العجينه. اللي عنده الماكينه الله يسهل عليه يعجن بالماكينه، اللي ما عندوش الله يسهل عليه ويجيب ليه الله ماكينه ديال العجينه، ولكن راه كتعجن باليد فاسيلما، راه بحال كيف عجنت داك النهار الكومير قدامكم. انا راه غير ما قدتش نعجن بيدي لانه عندي واحد اليد ماشي هي هذيك. احنا غادي نديرو الخليط ديالنا، غنبداو بالماء دافي والزيت والحليب والخميرة الفورية والسكر، ودابا غادي نسدو الغوبو ديالنا ونخليوه يخدم بشوية بشوية، غير واحد دقيقة بعد ما تخلطها ديك الخميرة، ونخليو هاد الكيس واحد شويه ديك الخميره تتفاعل مع السكر ومع داكشي، عاد نكملو على بركة الله. هاد جوج بيضات، واحد غنديرو بيضة في العجينة وبيض ديال البيضة والسكر، بغينا هاد الشي بعينا لي بغيناش ديالنا. دابا راه درتو بشوية باش مت مسبعكمش، سمعوني اش كنقول، ومن بعد غادي نقطع قطع جوج العجينة. دابا غادي نديرو شوية ديال الزيت شوية بشوية، هانتوما شوية بشوية تزيدو فيه، تطلعو على الخليط ديالكم، إلا كنتو كتخلطو بيديكم راكم غتعرفو. دابا غادي غير نخلط شوية، يكون مازال هكا باش نبدل هداك الموس، وندير الموس آخر ديال الدليل. دابا غادي نغمض مليحة، ونطلقو هاد العجين. هنا درنا بيضة وبيض ديال البيضة، الصفر خليناه باش ندهنو لي بغيوش ديالنا. دابا غادي نكملو العجينة ديالنا ونوريكم. سمحوا لي ما سجلتش لكم اللحظة اللي خرجت منها العجينة من الغوبو وغطيتها بالفيلم اليمونتيغ باش تخمر. دابا غادي نصاوبو الحشوة ديالنا، غنديرو فيها
البصله بغيتو ديروا غير البيضه ديروا البيضه، بغيتو ديروا الحمراء والبيضه اللي بغيتو ديروا ديروا. المهم البصله بصله ولا جوج. عندك هنا الكفته وعندك هنا لا شيغ سوسيس. الا ما عندكمش لا شيغ سوسيس زيدوا في الكفته، ولا الا اللي عندكم ديروا، ولا ديروا غير شويه الكفته قل من هذا الشيء كاع ماشي مشكل. المهم وغادي نديروا فيها فليفله حمراء تحميره، كمون، البزار، سكينجبير، شويه السودانيه ومليحه. ماذا بكم تحرروهم شويه باش كيجيو بنان. ودابا على بركه الله نمشيو نبداو الحشوه ديالنا. نسيت ما قلت لكمش، هو كديروا فيها شويه الفرماج اللي بغيتوه، فرماج محكوك، كامونبير غرويير، فرماج الحمر اللي بغيتو كان فرماج. هذا ثانوي ثانوي. دابا غادي نزيدو هاد التوابل ديالنا نمشيو نردوهم يطيبو. نديرو معاه نص كاس ديال الزيت بلديه ولا روميه ولا اللي بغيتي. ديال الصيله ديالتنا تشحرات. دابا غادي نزيدو عليها الكفته ولا شيغ سوسيس ونخليوها طيب. اي نبداو نحركوها، نحركوها طيب ونتقاوم لها. ها هي الحشوه ديالنا وجدات، فيها الكفته وفيها لا شيغ سوسيس. نتوما غادي ديروا فيها الا بغيتوا ديروها بالدجاج ديروها بالدجاج، بغيتوا ديروها بالكفته ديروها بالكفته، بغيتوا ديروها بسميتو. انا عاد عندي واحد لا شاركوتري كنت درت بها واحد الوصفه شط ليا، غادي نزيدها فيه وفريميج. المهم اللي بان لكم نتوما غادي ديروا على حسابكم. بغيتوا كاين اللي غادي يدير فيها لالا، اللي بغى يدير فيها البصله ومطيشه والفلفل، ماشي مطيشه، البصله والفلفله وشويه ديال الكفته غير بشريه، كلشي دايز. المهم هو على العجينه وعلى لي فورم وعلى داكشي اللي غادي نديرو ان شاء الله، الله يسهل فيه. ها هي دابا العجينه ديالتنا، شوفوها كي ولات. غادي ندهني يدي شويه بالزيت ونديكازيو العجينه. غزاله هانتوما، ها بون ماشي ما كتلصقش شويه، مي سي بون. هانتوما هانتوما نديرو شويه ديال الدقيق كدبه. دابا غادي نقطعوها كويورات مقادين، قلنا غادي نقطعوهم كويرات صغيورين بحال هكا. هانتوما قد هكا يكونوا كلهم. عرفتكم يديكم ما فيهمش الميزان، ولكن جربوا اللي ما جربش ما شويه غير ما قرص الدقيق. دابا لما قرصنا الكراسات ديالنا ها هما، دابا غادي نبدا ماشي قرصناهم كورناهم، غادي نديرو هانتوما هاكا فريمون سوبسون دو فارين. وغادي نديرو هاكا نطلقوها هانتوما. راه تاع حاجة ما سهلة ولكن كيجيو زوينين زوينين فريمون، كيجيو حاجة عالية. هانتوما هادي غنديرو شي شويه ديال الفرماج احمر. الفرماج انا غندير غويير، فما نشوف واش بغيتو ديرو ديرو. وغادي ندير شويه من هذا ديال لي ساندويتش، وغادي ندير شويه ديال لافارس. شي زوينين باش تبداو تمسحو يديكم باش ما تعمروش العجينه ديالتكم. دابا نشوفو ملي كيعمر لكم لو بلون دو طرافاي من بالكولوران داك سميتو التحميره وداكشي، كتحيدو كتجربو تحيدو وكتجمعو العجينه ديالكم بحال هكا، جمعوها مزيان
لصقوها مزيان 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 مزيان. وغادي ديروا ليها عندكم، شوفوا سدوا مزيان، وغديروا ليها بحال هكا. هيا غادي نعاود ندير وحده معاكم، ولكن بلاتي غادي نديرو كيف الاول، كيف درنا شويه الفرماج ديما من التحت، باش ملي تقلبوا الخبيزات ديالتكم تجي يجي فيها الفرماج من الفوق. ودابا غادي ديروا شويه ديال لافارس، وتمسحوا يديكم من درت ثاني تاعها. مسحوا يديكم باش ما تعمروش العجينه ديالتكم بحال كيف وقع ليا انا في الاولى، ما خصهاش تعمر من على برا، تمشيو معاها بشويه بشويه بالتاويل عليكم، ما تزربوش، وسدوها مزيان مزيان باش ما يخرج لكم والو منها، مزيان سدوها. ودابا غادي تقلبوها بحال هكا بحال كي قلنا، ولكن ردوا البال من هاد الجهه تكون مسدوده مزيان. ها الثانيه نوريهم الثانيه، بعدهم شويه حيت راه كيخمروا. دابا غادي نديرو وحده ثالثه ونخليكم نمشي نكمل. نديرو شويه ديال الفرماج، شويه من هذا ديال لي ساندويتش، غير شويه غير غير فريمون كدبه. وهذا الشيء ثانوي، تقدروا ديروا غير هاد السويتو، غير هاد الحشوه وراه كافيه. شو يديكم جمعوا هكا، هاهي هانتوما هانتوما، جمعوا مزيان مزيان، قرصوها 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 مزيان. وهاهي يلا دابا غنخليكم نمشي نكمل. هما دابا غادي نديرو ليهم شويه هكا بالموس، هانتوما شوفو، جربو تجيو هكا احسن هكا، جرحوهم مزيان. غادي نخليوهم حتى يخمرو وندهنوهم بالبيض. الله دابا بعد ما دهناهم بالبيض شدينا هاد القرين هكا بحال هكا ودرنا فيه نغيمه ديال الجنجلان، ومن هادو غادي ندير ليهم الخرشاش هنايا، الخرشاش والله ما عرفت واش سميتو الخرشاش. ها هما درناهم في الفران على 180 درجة، غادي ندخلوهم 25 دقيقة حتى 30. ها هما طابو، جاو على مزيناتهم هانتوما، سلامكم معانا واحد الرويحة طلقين عالمية. ودابا غادي نقطعو وحده باش تشوفوها، ها هي. نبقى غير نقول لكم مع السلامه، شوفوا لا فيديو ديالي من الاول حتى الاخر وبارطاجيو، واللي ما كيعرفنيش يتابونا ويفعل الجرس باش يجيه الجديد.